للنسور قدرتها أن تفرض الكلمة في معادلة امتلاك المدى. القوات الجوية المصرية، نسور السماء. الكاميرات الفنتون لما جبناها من انجلترا دي كاميرات البعد البؤي بتاعها 10 سنتي، ف10 سنتي حجم الكاميرا نفسه بقى صغير، هنقدر نحطها جوه الطياره. وبعدين التايم انترفال بتاعها يعني الفاصل الزمني بين كل صوره والثانيه بيقدر يتناسب مع سرعه الطياره، هو الارتفاع المنخفض جدا والسرعات العاليه جدا، يعني بيوصل لغايه مثلا 0.7 ثانيه او نص ثانيه بين كل فريم، بين كل صوره والثانيه. فده بيديلك الحريه ان انت تطير بسرعات عاليه، تطير بسرعه 1000 1050 1100 على ارتفاع منخفض جدا، على ارتفاع 50 متر مثلا. فهي دي كانت الميزه بتاعت الكاميرات دي. وبعدين متركبه جوه جسم الطياره، مفيش حاجه منها باينه بره، فبالتالي منوره الطياره بقى 100%. المدى كمان انت ممكن تعلق بقى خزان وقود في بطنيه الطياره، فيقدر يديلك مدى كمان. وخزان الوقود ده بعد ما بيستهلك، لانه ده بيستهلك في الاول، بعد ما بيستهلك بتقدر ترميه، ادى بقى مدى، يعني ممكن نخش بقى جوه السينا 60 و70 كيلو وحاجات كده يعني. فدي كلها مميزات كانت هايله. اشتغلوا بقى في الورش الرئيسيه على الطياره الار، وعدلوا بقى، شالوا جهاز الرادار وركبوا الكاميرات دي، وعملوا لها مفتاح في الكابينه، وعملوا لها الوصلات الكهرباء بتاعتها، وعملوا لها عداد، وعملوا لها كل حاجه. فتركيب الكاميرات الفنتون دي عملت نقله نوعيه كبيره جدا في شغلنا، وخلانا بقى نستخدم تكتيكات بقى كويسة ومؤثرة، وخلانا كمان الكاميرات دي ادتنا فرصة ان احنا نقدر نخطط بقى ونحقق مفاجأة، وندخل سينا من اتجاهات مختلفة، وابتدينا يعني عملت نقلة نوعية في شغلنا وفي تكتيكاتنا عشان نخش ونطلع بأمان، يعني عشان ندخل سينا يعني ونصور ونرجع بأمان. دي كانت هون. أنا عايز أقول لك بقى، خلال الفترة دي مش الرف الأول بقى، لأ، عملوا بقى طبعًا زي ما قلت من دقيقتين ثلاثة، إن حجم المهام كان كبير جدًا والجبهة كانت كبيرة جدًا، فتم تشكيل رف تاني من السخوي 7، اسمه الرف 2 استطلاع. سخوي 7، وده كان بيشتغل من قاعده بلبيس. بمرور الوقت برضو احنا انضمنا، بدل ما كنا 5 طيارين انضمنا 3 طيارين تانيين، الله يرحمه طارق حمدي، والله يرحمه عادل طه الشريف، واللواء امين راضي، فبقينا 8 طيارين، فبقى اسمه السرب 22 استطلاع. وبرضو بالنسبه للسخوي 7، الست طيارين الاولين ضموا لهم 3 طيارين، بقى 9 طيارين، فبقى اسمه السرب 59 استطلاع. لا بقى في عندنا سرب ميج 21 استطلاع، وسرب سخوي 7 استطلاع. فعملنا رياسه لواء، او قوات الجوية عملت رياسه لواء، قياده لواء. رياسه اللواء كانت برياسه الله يرحمه حسين عزت، واسمه اللواء 123 استطلاع. ابتدينا احنا بقى ايه؟ ابتدينا نجتهد ونعلم نفسنا. يعني التدريب ده، اولا التدريب عشان تدرب طياره استطلاع زي ما قلت لك، اول حاجه لازم يعرف هو يخطط للطلعه ازاي، دي نمره واحد.
نمرة اتنين لازم يعرف يميز، يشوف الأهداف اللي هيشوفها بالعين أو كده. نمرة تلاتة عاوز يشوف المناورة الاستطلاع ويستخدم الكاميرات ازاي، او يستخدم يعني ايه، ولا يعني التخطيط لطلعة الاستطلاع زي ما قلت لحضرتك ده حاجة مهمة جدا جدا. هندخل منين ونطلع منين؟ هنتفادى رادارات العدو ازاي؟ هنتفادى دفاعاته الجوية ازاي؟ هنمنع طيارات العدو انها تعترضنا ازاي؟ هنخش على الهدف من انهي اتجاه؟ هنخش له من انهي زاوية؟ هنخش له بالنهار ولا قبل اخر ضوء؟ هنخش له هنعدي عليه على ارتفاع منخفض ولا هنعمل زي ما بيقول زومينج ودايفنج فوقيه عشان نصوره؟ طيب هنخش نعمل مرور جنبه عشان يفضل انا شايفه بالنظر اطول مده ممكنه ولا يعني كل العوامل دي وانت بتخطط. طب الخريطه بتاعتك هتعملها ازاي؟ طب هتبلغ ازاي؟ طب هترجع ازاي؟ طب هل هتوزيع بالنظر؟ هل هتوزيع في الجو ولا مش هتوزيع؟ يعني على سبيل المثال في بعض الطلعات كانت بتعمل لنا طياره ريبيتر، بيطلعوا طياره مثلا قبل القناه مثلا مسافه 20 كيلو على ارتفاع 5 كيلو، واحنا جوه بنستطلع بنزيع واحنا ارتفاعنا 50 متر ومحدش هيسمعنا. فاللي في الطياره فوق في الجو على ارتفاع 5 كيلو بيسمع وبيعيد الكلام اللي انا بقوله، ده اسمه ريبيتر، فبيسمع وبيعيد الكلام اللي بقوله، يسمع ويعيد الكلام اللي بقوله عشان مراكز العمليات تقدر تاخد المعلومات اون ذا سبوت على طول في لحظتها يعني. بعد كده الحقيقه بقى الطيارات السخوي بقى اتلغت يعني ده بعد الحرب بقى بمده، بس يعني انا بقول بس على سبيل المثال. وانضم لنا السرب 73 ميراج، وده كان فيه خمس طيارات ميراج استطلاع وكانوا جايين برضو من فرنسا مجهزين استطلاع، ودول برضو كانوا حاجه تانية مختلفه تماما عن الروس وعن الفنتن بقى. برضو اربع كاميرات جوه جسم الطياره الميراج، بس كان فيها حاجتين مميزتين مهمين قوي. برضو الميج 21 المساعدات الملاحيه اللي فيها ما فيهاش غير كامبس، الكتريك كامبس كنا بنعمل لها معايره كل 3 اشهر لان كان ممكن يحصل الخطا فيها لغايه 2 درجه بلس او ماينس، وطبعا 2 درجتين على مسافه 100 كيلو مثلا ولا 70 كيلو 80 كيلو بتفرق طبعا، ممكن ما تدخلكش على الهدف يعني. فكان لازم طول ما انت طايف تصلح مكانك، تشوف انت في المكان في النقطه الصح ولا لا، عشان ما تخشش، عشان لازم تخش على الهدف. الطياره الميراج الحقيقه كان فيها نظام ملاحي متطور والكتروني يعني ومتصل بالاقمار الصناعيه، وكان فيها كاميرات، هي بقى الكاميرا اوتوماتيك بتظبط نفسها، تطير على ارتفاع عالي، تطير على سرعه عاليه، تطير على سرعه واطيه، تطير على ارتفاع واطي، اي باراميتر انت هتغيره الكاميرا بتشغل نفسها وبتعدل نفسها طبقا للطيران اللي انت طاير. طاير بسرعه عاليه، طاير بسرعه واطيه، طاير ارتفاع عالي، طاير ارتفاع واطي، هي الكاميرا بتظبط نفسها على طول. فدي طبعا كانت ميزه هائله في الميراج يعني. المهم يعني بس احنا ما استعملناهاش لغايه 73، ما استعملناش، انا الكلام ده بتكلمه بعد حرب 73 لما انضم السرب 73 استطلاع للليو 123 بدلا من السرب 59 اللي هو السخوي 7. ما احنا كنا بنعلم نفسنا يعني بصراحه كده، احنا كنا بنجتهد. طب ايه اجتهادنا ده؟ ان احنا كنا بنطير بسرعات عاليه على ارتفاع منخفض ونعمل نتبرع في موضوع الاستطلاع بالنظر، ونشترك مشاريع تدريبيه، ونعمل يا اما ندخل جنب الهدف يا اما ندخل على شمال الهدف على يمين الهدف بمسافه معينه تسمح لنا ان احنا نشوفه، لان السرعه الزاويه بتبقى هتسمح لنا ان احنا نشوف الهدف مده طويله. يعني حاجات كده احنا كنا منها. لكن لما جت الطيارات الميج 21 الار جه معاها خبير روسي ده كان اساسا طيار استطلاع، فكنا بنقعد بقى يعني اجتهاد برضه مننا، كنا بنقعد معاه بقى ونقول له طيب نعمل ايه، طيب الهدف الفلاني نصوره ازاي، طب الحسابات بتاعت التصوير ايه، طب المناورات بتاعت التصوير ايه، طب المناورات تصنع بالنظر ايه، طب احنا هنطير بالشكل الفلاني. بس هو
كان بيدرس لنا نظري كويس قوي قوي الحقيقه. وانا واحد من الناس اللي يعني زي ما تقول عصرته، خدت منه كل اللي ممكن اخده بالنسبه للحسابات الاستطلاع ومنورات الاستطلاع واسلوب وطرق الاستطلاع والحاجات دي كلها. لكن هو كان عندهم اوامر، هو كان بيطير معانا طبعا، احنا كنا بنطير على ارتفاع منخفض، احنا كنا بنطير على ارتفاع اقل من 100 متر يعني 50 متر مثلا، وبنطير بسرعات عاليه 1000 كيلو مثلا. هو لا، ما كانش كان بيطلع معانا يطير اقل حاجه 300 متر ارتفاع ويطير بسرعه 900 1000 وخلاص، يفضل ماشي ورانا بقى. لكن ما كانش بيقدر يجارينا، لان احنا ما احنا اللي رقبتنا تحت السكينه، احنا اللي هنخش ونطلع مش هو. فيعني التدريب ده يعني كان قاسي، يعني كان تدريب جامد يعني زي ما قلت لحضرتك، لازم نعمل تمييز ولازم نعمل منورات ولازم نبقى عارفين الهدف ده احسن حاجه نعملها له ايه. يعني انا لما بخش اصور نقطه او استطلعها بالنظر، لما اشوف زي مثلا موقع صواريخ، زي مثلا محطه رادار، ده موقع، دي نقطه، غير لما اجي اطلع استطلع طريق او استطلع مطار او استطلع نقطه قويه او استطلع القناه نفسها او استطلع الاحتياطيات، الدبابات اللي موجوده فين وموجوده شكلها ايه. يعني ده الهدف، ده ليه طريقه في الاستطلاع وده ليه طريقه في الاستطلاع، ده ليه طريقه وتكتيك معين لازم استخدمه عشان ادخل عليه، وده ليه تكتيك معين عشان ادخل عليه. الكلام ده يعني طبعا خدناه من الراجل الخبير ده بتاع الاستطلاع، وخدناه برضه من الممارسه. ما احنا كنا بنطلع نتدرب في مصر، يعني في الدلتا وفي الجنوب وفي الصحراء الغربيه، وبعدين نصور وننزل نشوف تصويرنا ونشوف، لا ده كده التصوير غلط، لا ده التصوير كده ما ينفعش في النقط اللي مش عارف ايه، لا ده احنا لازم نبقى مسافتنا اكتر من كده، لازم نبقى مسافتنا اقل من كده، وهكذا. عايز اقول لك بقى حاجه ثاني برضه، احنا خلاص اتكلمنا على المستودع الار وازاي احنا شلناه، وكان في مستودع زيه بالظبط بس اسمه مستودع الكتروني، والمستودع الالكتروني ده كنا بنطلع على ارتفاع 7 8 كيلو، نمشي في خط مستقيم ونمشي في خط تاني عليه بزاويه 30 درجه او اكتر شويه، عشان المستودع ده كان بياخد بيم من الرادارات اللي موجوده في سيناء، فعشان ياخد بيم في الخط الطيران ده، وبعدين ياخد بيم تاني في خط الطيران التاني، وبعدين نمد الاثنين بيمز لغايه ما يتقاطعوا في نقطه، فيبقى النقطه دي هو ده المكان المحتمل لتواجد الرادار. وكنا احيانا بنعمل ثلاثه لج، ونعمل ثلاثه بيمز، عشان الثلاثه بيمز يعملوا لنا نقطه او يعملوا لنا مثلث صغير، يبقى الرادار موجود في الحته دي. وطبعا الرادارات دي موجوده، تردداتها موجوده في الجيمز، يعني معروف الرادار اللي تردده كذا ده رادار قياده نيران، الرادار اللي تردده كذا ده مثلا رادار صواريخ هوك، رادار اللي تردده كذا ده بتاع مثلا رادارات كشف او كشف يعني رادار، وهكذا يعني بدأني. بس برضه مشكلته ان هو كان بيتعلق في بطنيه الطياره وما بيتحركش ومتمصمه في الطياره من تحت، فبرضه كان بيحد من حركه الطياره، وكمان استقرار الطياره نفسه كان بيبقى مش الطياره ما كانتش بتبقى ستيبل 100% وهي معلقه الخزانات. طيب عملنا اتفاقيه روجرز، او يعني كان في اتفاق اسمه اتفاقيه روجرز، وبناء عليه ابتدينا ما ندخلش سينا. يعني سنه 72 دي تقريبا كلها بقى ممنوع علينا نخش جوه سينا، بقينا نروح لغايه القناه ونصور من عند القناه بتصويف مائل، او نعمل دوران، او نمشي موازي للقناه على ارتفاع منخفض ونصور بالكاميرات اللي في الجنب بس، حاجات كده. طيب عايزين الحاجات اللي جوه نجيبها ازاي؟ فكان في الطياره اليوجن 28 كان في كاميرات البعد البؤي بتاعها 120 سم. فخدنا الكاميرات دي، المهندسين بتوعنا برضه الحقيقه عملوا مجهود فظيع، المهندسين خدنا الكاميرات اللي البعد البؤي بتاعها 120 سم ده،
وجبنا خزان وقود 800 لتر بتاع 321 وقطعناه وركبنا الكاميرات جواه وعملنا له شبابيك وركبنا الكاميرات دي جواه، بس كانت متركبة بزاوية معينة بزاوية ثابتة، الزاوية دي ما نقدرش نغيرها. فكنا بنطلع نصور على ارتفاع 10 كيلو والكاميرات متثبتة بزاوية 45 درجة، فيعني بتغطي على مسافة 10 كيلو مسافة جانبية. فاحنا نطلع، انت متخيل دي عمليه صعبه جدا لعلمك، يعني مش اي واحد يقدر يعمل، مش اي طيار يقدر يطير على ارتفاع 10 كيلو ويخلي مسافته من الهدف اللي عاوز يصوره مسافه 10 كيلو. واحيانا ما بيبقاش هدف، احيانا بيبقى طريق، فلازم تبقى حافظ محافظ على اتجاهك وسرعتك وعلى ارتفاعك وعلى مسافتك الجانبيه من الطريق ده، ايا كان بقى الطريق ده عرضه او طوله 20 كيلو او طوله 30 كيلو، تفضل محافظ على الكلام ده وانت يعني. التدريب كان فظيع يعني، يعني مش اي حد يقدر يعدي على خط مستقيم استيفيتن ليفل بالشعره بسرعه 1000 على ارتفاع 50 متر لمسافه مثلا. احنا كنا بنعمل ايه؟ كنا بنطلع نمر على الممر، نيجي على اول الممر نخش على الممر ونحط نفسنا في نص الممر على الخط الابيض اللي في نص الممر بسرعه 1000 على ارتفاع 50 متر ونعمل الباس، نخش من اول الممر ونطلع من اخر الممر طوله 3 كيلو ونقعد نتفرج على الصور. بعد كده بقى ايه اللي تلاقي بقى طيارته بتحدف يمين شويه، واللي تلاقي واحد جناحه الشمال بيسقط شويه، واللي تلاقي واحد ارتفاعه بيطلع شويه وبينزل، كل الكلام ده بيبان في الصور. الصور بقى بتفضح الكلام ده، كل اي غلط من الغلطات دي. فعشان كده بقول لك التدريب كان بالنسبه لنا كان عمليه، يعني عمليه كبيره. احنا عملنا في طلعات في خلال فتره حرب الاستنزاف دي، هو ده كان المجهود الرئيسي بتاع الاستطلاع الجوي، يعني بدون فخ المجهود الرئيسي للاستطلاع الجوي كان هو الفتره بتاعت من اكتوبر 67 لغايه اتفاقيه روجرز سنه 72. يعني كل واحد فينا احنا الخمسه او احنا الثمانيه، كل واحد فينا عمل على الاقل 60 او 70 طلعه جوه سينا على الاقل كل واحد فينا. يعني انت لما تيجي تستطلع على سبيل المثال نقطه قويه او موقع صواريخ فوق، انت مش بتستطلعه النهارده وانتهينا، انت مش بتروح تصوره النهارده وخلاص، انت لازم تصوره النهارده ولازم تصوره كمان يومين ثلاثه ولازم تصوره كمان اسبوع ولازم تفضل وراه كده لمده سنه واثنين وثلاثه واربعه، والا هتعرف ازاي البناء الهندسي بتاع النقطه القويه؟ ازاي هتعرف حقول الالغام بتاعتها؟ ازاي هتعرف المدفعيات اللي موجوده فيها؟ ازاي هتعرف الاسلاك الشركه اللي حواليها؟ ازاي هتعرف نقطه الضعف؟ ازاي تعرف هتضربها بقنبله 1000 رطل ولا 3000 رطل؟ ما كنتش تعرف البناء الهندسي بتاعها. طب ما البناء الهندسي ده مش هيجي الا اذا صورتها كل اسبوع على الاقل مره او مرتين، كل اسبوع. فشوف كان في عنده كام نقطه قويه على القناه، وشوف الاحتياطيات بتاعته ومرابط الدبابات ومرابط المدفعيه والاحتياطيات بتاعته، ما كانش بيحط احتياطات بتاعته ويسيبها كده واقفه في مكانها لمده سنه، لا ده كان بيغيرها من هنا لهنا لهنا لهنا. كانوا اربع دبابات بقى ست دبابات بقى 10 دبابات، كانوا على مسافه 10 كيلو بقت على مسافه 12 كيلو بقت على مسافه 6 كيلو. يعني ما انت لازم تفضل وراها كده على طول، ما يخطيش خطوه الا لما تكون انت عارفها او تعرفها في وقتها. يعني هو ده اساس شغلنا، هو ده المجهود الرئيسي للاستطلاع. طلعنا على المحور الشمالي شفنا الطلعات دي، وشريف الشافعي الله يرحمه طلع شرم الشيخ برضه صور رسم صواني، وانا طلعت برضه على المحور الشمالي ودخلت على المحور الاوسط برضه وصورت. انما الحاجات كانت متكرره بصفه مستمره، ما تقدرش تقول في طلعه مميزه او طلعه مش مميزه او طلعه كويسه او طلعه وحشه. كل الطلعات كانت ناجحه، ما فيش ولا واحد فينا اتضرب، ما فيش ولا واحد فينا فقدناه، ما فيش ولا واحد فينا ما دخلش على الهدف بتاعه، ما فيش ولا واحد فينا طلعته فشلت، ما فيش ولا واحد فينا اخطا في اي شيء. يعني اهم حاجه احنا لما اشتغلنا الشغل ده زي ما قلت كان المجهود الرئيسي بتاعنا كان الاستطلاع الجوي في الفتره دي، وكانت الطلعات بتاعتنا
بتتصور وبتتبعت لفرع الاستطلاع، وفرع الاستطلاع بيبعتها للجهة اللي طلبت الطلعة دي، أو بيبعتها لإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع هي اللي بتوزعها على الوحدات اللي يخصها. يعني مثلا على سبيل المثال لو أنا طلعت صورت مثلا، يعني دي طلعة من الطلعات المهمة أوي، مثلا كان في حاجة اسمها رأس مسلة، دي نقطة قوية في رأس مسلة، دي كانت واخدة رأس مسلة ده زي خليج كده، أو يعني بي في خليج السويس، والبي ده على رأسه نقطة قوية اسمها نقطة رأس مسلة، دي نقطة قوية جدا، نقطة كانت فظيعة زي نقطة كبريت كده يعني، دي أو زي نقطة عيون موسى، كان في نقطة قوية برضه في عيون موسى. فدول كنا بنخشهم ازاي بقى؟ كان لازم نخش من الجنوب عشان نخش المونتاريا، ودي طالعة من الطلعات المهمة يعني اللي أنا شخصيا عملتهم. يعني كنا بنخش من الجنوب، بنخش من عند هضبة الجلالة، بنخش في وادي بعد جبل عبيد ولا جبل عويبد، بنخش من وراه عشان ما نكتشفش راداريا، لأن بنخش وبعدين بنمشي على المية، بنعدي الخليج على المية، فهنكتشف أول ما هنخش المية هيكتشف راداريا، لأن هم كانوا مغطيين الحقيقة البحر بالرادارات بتاعتهم. فبنخطط بقى للطلعة دي، بنخش في الوادي، نمشي بسرعة منخفض جدا، جبل على يمينك وجبل على شمالك، فانت كده مش مكتشف راديويا، لغاية ما بتوصل البحر، بتمشي على البحر بقى على اقل ارتفاع ممكن، على ارتفاع 20 متر تقريبا، ولغاية ما بتوصل النقطة القوية بتخش تصور النقطة القوية، وبعدين بتلف وترجع. ودي كانت نقطة رأس مسلة، دي كانت من الطلعات المهمة. يعني احنا استخدمنا زي ما قلت استخدام الاستطلاع الجوي ده، انت الكونسبت بتاعك مختلف تماما عن اي حد تاني. يعني ايه؟ يعني على سبيل المثال المقاتلات شغلتها ايه؟ المقاتلات شغلتها انها تمنع طائرات العدو ان هي تخش المجال الجوي بتاعنا وتشتبك معاها في الجو وتضربها في الجو او تضمها في الجو او تمنعها من الدخول. لكن انا لا، انا شغلتي مش كده، انا شغلتي اخش من غير ما حد يشوفني، واخش على اكبر عمق ممكن اقدر ادخله، واصور او اشوف الهدف بتاعي، والف وارجع بالمعلومات ايا كان، يعني ايا كان حجم الخطورة وحجم في مرة من المرات بس يعني او مرتين استخدمونا كطعم. يعني ايه؟ يعني بيتعمل كمين جوي، يعني خلانا ندخل. دي الكلام ده كان ايام الله يرحمه اللي هو مصطفى الحناوي لما كان قائد القوات الجوية، خلانا ندخل نعبر القناة على ارتفاع 3-4 كيلو ونخش جوه سينا، وبالتالي هم طلعوا طيارات ميراج اعتراض من مطار المليز اللي هو اسمه بير جفجافة، واتفقنا مع غرفة العمليات ان هي، لان انا عشان الف وارجع انا باخد وقت، يعني الدوران بتاعي ده بياخد له مثلا حوالي 30 ثانية. طب ال 30 ثانية دي معناها 10 كيلو بالطيارة دي الميراج يعني. في الوقت ده احنا المفروض لما يبقى الطيارات العدو مسافتها منا 40 كيلو، الموجه هيقول لنا لف وارجع. ففعلا لفينا ورجعنا، طيارات الميراج يعني جت ورانا وبتقترب مننا، لغايه ما احنا رجعنا عدينا القناه ودخلنا غربا. وكان في بقى 4 طيارات ميج 21 او 8 طيارات ميج 21 على ارتفاع منخفض عدوا القناه، وبالتالي اول احنا ما رجعنا والطيارات دي ورانا، كانت الطيارات دي طلعت لارتفاع عالي، راح موجههم على الطيارات الميراج، وفعلا حصل اشتباك جوي ويعني اتضرب فيها طيارات. فده نوع من الكمائن، ده اسمه كمين جوي،
فده كان يعني اتعمل يمكن مرتين ولا حاجه، وكنا احنا الطعم اللي من اللي من اللي بنجذب طيارات العدو المهاجم الموجوده عشان تخش ورانا ويحصل اشتباك. يعني هي دي فتره الاستنزاف، وهي دي هي دي تقريبا هي 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 التكرار، هو ده كان اهم حاجه لغايه ما جت حرب 73 بقى، ودي ان شاء الله هتبقى الحلقه الجايه باذن الله.